هذه هي التهم الموجهة لمحمد زيان. مثل نقيب المحامين السابق محمد زيان اليوم الثلاثاء أمام قاعة الجلسات رقم 3 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الثلاثاء متابعة نقيب المحامين السابق محمد زيان في حالة سراح، وسيتم استدعاء محمد زيان للمثول أمام قاعة الجلسات رقم 3 بالمحكمة الابتدائية بالرباط يوم 9 من شهر دجنبر، حيث يتابع ب11 تهمة مختلفة. ووجهت لزيان تهم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم. كما يتابع زيان من أجل إهانة هيئات منظمة ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية. ويواجه نقيب المحامين السابق أيضا تهما تتعلق ببث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية. وزيان متهم كذلك بالتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية، والمشاركة في الخيانة، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك. ويتهم كذلك بالمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، بالإضافة إلى التحرش الجنسي.